أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام ومشتركينا الأفاضل، حياكم الله أينما كنتم. شجار عنيف يحدث ما بين أسر، علشان أبي يقوم بالرقص مع في أحد المراقص مع شوية مزز. أدى هذا الشجار إلى ضرب بالسيوف في أحد المدن الرياض السعودية، بعد عرض الفيديو الذي تم به أن والدهم يرقص مع بعض المزز الحلوات. أدى هذا إلى بعض الشباب الذين تم مشاجرتهم. سنعرض عليكم الفيديو، تشاهدونه وأنتم محكمون بأنفسكم. وما رأيكم بهذا الشيء، التصرفات عندما فتح المرقص في السعودية؟ شاهدوا كيف يرقصون الحلوين مع الحلوان عبر الليالي. الجو حلو والله، يشوف الرقص الحلو، ما بيستحيش من التكن ولا الثوب اللي لابسه ولا الإسلام اللي بيعتني به. حاجة حلوة يعني، ما عاد الله مزز فرنسيات، مزز بريطانيات، ما تطورها آل سعود يعني، ما عاد باقي إلا إيش، بس نهاية المطاف حيكون ملاطين لكم. اصبروا. الشجار يبدأ هذا شي مؤكد ان هم ضرب 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 في السيوف، بس تقول سيوف يعني ما تعورش بحد، بتهايطوا على الذين يرقصوا بعدين يتهايطوا مهايطة. ها ضرب في السيف، السيف لمن عصاني، وانتم بترقصوا اخرتها في السيوف على الذين انتم عرب.